السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا سادة؟ شو أخباركم؟ اليوم بإذن الله رح نحل ورقة عمل مراجعة في مادة اللغة العربية 2. أنا لم أرسلها بالأمس فذلك حتى نحلها معا اليوم، تمام؟ طبعا هذه الأسئلة سأعطيكم فرصة لكتابة السؤال وحله وثم نحل معا هذا السؤال، تمام؟ يعني هذه الأسئلة سؤالا سؤالا. بعد الانتهاء من كتابة هذه الأسئلة على الدفتر وحلها وثم التأكد من حلها معي، سأعطيكم امتحان قصير ومعكم بأي وقت أنه تكتبوا هذا الامتحان على دفتركم، تمام؟ طبعا دفتر قواعد، وحلوا ومعكم يوم الجمعة أو السبت إرسال هذا الامتحان، تمام؟ ويوم الأحد بإذن الله نبدأ بالمادة بإذن الله. الآن بدي منكم حركة بسيطة، يلا يا سادس، قيام قيام، أماما عاليا جانبا أسفل، حط إيديك على خصرك، انزل لتحت على اليمين، انزل لتحت على اليسار، يلا حركة سريعة، سريع 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 سريع، بطيء، قيام جلوس، قيام جلوس، قيام قيام جلوس جلوس، قيام، حركة سريعة، أسرع أسرع أسرع. الآن اجلسوا في أماكنكم يا سادس الأبطال الحلوين اللي أنا بفتخر فيهم دائما. السؤال الأول، ضع علامة الترقيم المناسبة في الفراغ إن هذه الاستفهام، متى نضعها يا أحمد؟ بعد سؤال، بعد سؤال، وهاي إشارة تعجب بعد جملة تعجبية. النقطة عند انتهاء الكلام أو الفقرة أو الفكرة، النقطتين بعد القول، أحسنتم، آية عوني، أو بعد أو قبل تفصيل الكلام، والفاصلة آية يا حلا بين العبارات القصيرة، تمام؟ الآن معكم فرصة لكتابة وحل هذا السؤال، نصف دقيقة معكم. أسرع يا سادس، أسرع أسرع أسرع. الآن انتهينا من السؤال، من حله، يلا مع بعض، يلا يا أحمد العسلي اقرأ هذه الجملة، طبعا حسب إشارة، حسب علامة الترقيم. ما أجمل السماء، أحسنت، إذا علامة تعجب، علامة تعجب لأنها جملة تعجبية. الآن يلا يا عوني، قال محمد، ماذا نضع بعد القول؟ ماذا نضع؟ نقطتان رئيسيتان، أحسنت. شو حكى؟ شكرا، إذا انتهت العبارة، أحسنتم، نضع نقطة. الأخيرة يلا يا عبد، هل حضرت الغداء لنا يا أمي؟ إذا بعد سؤال سنضع علامة الاستفهام، أحسنتم يا سادس. السؤال الثاني، بيّن سبب كتابة الهمزات بهذا الشكل في هذه الكلمات. مسائل، مؤمن، فأس، هاي الهمزة إيش؟ إيش هاي يا إيمان؟ همزة متوسطة، الهمزة المتوسطة تأتي وسط الكلام فنتبع حركتها وحركة ما قبلها، مين أقوى؟ أي الحركات أقوى؟ إذن أقوى الحركات كسرة ضمة فتحة سكون، كسرة ضمة فتحة سكون، طبعا الكسرة إيش بدها؟ يا أحمد نبرة، الضمة إيش بدها يا جهاد؟ واو، الفتحة إيش بدها يا زاد؟ ألف، أحسنتم، يلا حلو السؤال،
معكم دقيقة، بدنا نبين ليش مسائل كتبت بهذا الشكل مؤمن وفاس. أسرع يا سادس، نركز، نكون حاضرين. أسرع يا سادس، يلا يا حبايبي. نبدأ بالأولى مع جاد. مساء ال إيه. شو حركة الهمزة يا جاد؟ كسرة. شو حركة ما قبلها؟ سكون. مين أقوى، الكسرة ولا السكون؟ الكسرة. إذن كتبت على نبرة، على نبرة، لأن الكسرة أقوى من السكون. تمام. يلا يا حلا. مؤمن. مؤ. شو حركة الهمزة؟ سكون. شو حركة ما قبلها؟ ضمة. إذا كتبت على واو. ليه يا حلا؟ أحسنتي، لأنه الضمة أقوى من السكون، لأن الضمة أقوى من السكون. نأتي للجملة الأخيرة. فأس. فأس. الهمزة ساكنة. أحسنت يا زيد. شو حركة ما قبلها؟ فأس. إذن هي على نبرة، يعني على آسفة، على ألف. هي هالألف. ليه؟ أحسنت، لأنه الفتحة أقوى من السكون، لأن الفتحة أقوى من السكون. كان جايب كل الأمثلة على السكون. يلا معلش، يلا نزقف لحالنا على حلنا الصحيح. أسرع يا سادس. السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول اقرأه يا بشار الحناتي. اكتب ماضي الأفعال الآتية منتبها إلى كتابة الألف. طبعا لاحظوا إنه هاي الأفعال مضارعة، يجري، يمضي، يدعو، يسمو. عشان نعرف طبعا رح نرجعها للفعل الماضي. طبعا هذا الفعل الماضي رح ينتهي بألف، إما قائمة وإما على شكل ياء غير منقوطة. يجري إيش أصلها؟ جرى. جرى. حكينا أنا مش عارف إني أكتبها هيك ولا أكتبها هيك، برجع لمضارعها. طبعا هي راجع منتهية بياء، إذا أصلها ألف غير منقوطة، على شكل ياء غير منقوطة. أحسنتم. يلا كملوا، معكم فرصة لحل هذا السؤال. أسرع سادس. أسرع سادس. يلا يا حلوين. يلا يا يوسف. يمضي. هلا الماضي مضى، لكن هل مضى هيك ولا هيك؟ برجع لمضارعها، بنتهي بياء، معناته هي اصلها في الفعل الماضي على شكل ياء غير منقوطه، يعني ما يعني زي الياء بس ما في تحتها نقاط. يدعو. يلا يا حلوين. يلا يا بشار الطيب. يدعو اصلها دعا. هل هي دعا بهذا الشكل ألف هيك ولا هيك؟ برجع لمضارعها، منتهية بواو، فهي اللي منتهي بواو الألف في الفعل الماضي بتكون على شكل ألف قائمة. تمام. يسمو. يسمو. يلا مع بعض نحلها مع بعض. يلا يا عمر، شو رأيك يا عمر؟ يسمو. يسمو هي سما، ولكن هل سما ألف هيك ولا ألف هيك؟ برجع لمضارعها، منتهي بواو. تمام. فأي فعل مضارع بنتهي بواو معناته الفعل الماضي بيكون في ألف قائمة. أما الفعل المضارع اللي بنتهي بياء معناته الفعل الماضي اللي بنتهي بألف بيكون على شكل ياء غير منقوطة. ثقفوا لأنفسكم.
احسنتم يا سادس. الان مع احمد العسلي. تمام. صوب الخطا فيما تحته خط مبين السبب. هاي لاحظوا انه عن حذف الف ما الاستفهاميه. عما تبحثوا يا اخي؟ عندي شغلتين عشان نحذف عشان نثبت او نحذف الالف. يعني هل جاءت هاي الجملة استفهامية؟ نعم، اذا جملة استفهامية. ثاني اشي اجى حرف جر اللي هو عن، وجود حرف الجر قبل ما، فهنا نحذف الف ما، صح؟ يلا حلوها، انا غششتكم. اسرع اسرع يا سادس، يلا يا زاد، يلا يا زاد. تمام، شو راح تصير الجملة؟ الصواب يعني الشكل الصحيح عم ما لي لي وجود حرف جر قبل ما الاستفهامية والجملة هي استفهامية، لذلك حذفنا الألف من ما. الآن سننتقل للسؤال الأخير ويحتاج إلى تفكير وتركيز. طبعا ميز بين الأفعال المتعدية واللازمة. نعرف إنه الفعل اللازم يا أحمد المرعي هو الفعل التزم بفاعله، عشان هيك سموه لازم، يعني بس فاعل، حتى لو كان معه حرف جر واسم مجرور مضاف، لو كان في معه مضاف إليه ولا ظروف ولا أبصر شو. أنا اللي بيهمني إنه ما أخذ مفعول به، بس أخذ فاعل. فشوف، حط كلمة من هالكلمات وشوف إنها هل اكتفت بفاعلها والتزمت فيه ولا لا. أما إذا ما التزمت فيه وتعدت من الفاعل على المفعول به فبسميه متعدي. معكم مجال يا سادس الحلوين، معنا دقيقة يا سادس، أسرع. يلا يا حلوين، معنا سحبة، معنا طارة، معنا شلسة، معنا رمى. سحبة، ضعها في جملة مفيدة. سحب على الدفتر، إذا نحطها بجملة، سحب على الدفتر. طبعا أنا ما بتهمني الجملة، أنا بهمني الجواب. أكيد فعل، مين سحب الدفتر على؟ هل تعدى من الفعل على من الفاعل على المفعول به؟ أخذ مفعول به، معناته أحسنت يا زاد، هو متعدي. تمام، يلا يا يوسف. طارة، حطها في جملة مفيدة، ضعها في جملة مفيدة. طار العصفور فوق الشجرة مثلا، أو طار العصفور خلاص. الفعل طار والفاعل العصفور هو اللي طار، ما بيهمني شو طار، يعني اللي بيطلع معي جواب شو بكون مفعول به. هل فيهم مفعول به؟ لا. اذا الفاعل لازم، يعني اكتفى والتزم بفاعله. كلمة جلسة، يلا يا احمد. الان معنا كلمة جلسة، يلا يا حلوين، نضع كلمة جلسة في جملة مفيدة. جلس الطفل بجانب امه. لاحظوا جلس الفعل، مين الجلس بجانب أمه؟ الطفل. هل أخذت مفعول به ولا اكتفت والتزمت بفعلها؟ طبعا باء حرف جر وجانب اسم مجرور أمه مضاف إليه، فما في أي مفعول به، معناته هي لازم. تمام، نأخذ كلمة رمى. رمى مهند الورقة. تمام، هاي الفعل، مين اللي رمى الورقة؟ مهند. هل اكتفى فيه؟ لا،
انتقل من الفاعل على المفعول به، المفعول به، تمام؟ فرمى متعدي، رمى متعدي، تمام يا حلوين؟ هكذا انتهينا من ورقة العمل. معنا انه نتأكد من الحل، تمام. الآن هذا امتحان قصير كما قلت لكم، بأن معكم نقل هذه الأسئلة على دفتر القواعد ومن ثم حلها، ومعكم إرسال الامتحان إما يوم الجمعة أو السبت. السؤال الأول اضغط أواخر ما تحته خط، الأوراق في أخذت سارة الأوراق، على القاف شو بنحط؟ صمم المهندسون المشروع، على العين في المشروع شو بنحط حسب الجملة؟ مررت بمكتبات كثيرة، على التاء في مكتبات شو بنحط عليها؟ قرأت صفحات كثيرة، صفحات على التاء شو بنحط عليها حسب الجملة؟ إذا حسب موقعها في الجملة، يعني شو بنعربها؟ بناء على هيك بحركها بآخر حرف فيها. السؤال الثاني أخذنا زيه بورقة العمل الماضية اللي هي رقم واحد، مثل بجملة مفيدة على كل من، بدي أعطيني أي جمع مؤنث حطه في جملة يكون بحيث مجرور، أي جمع تكسير حطه في جملة بحيث يكون منصوب، طبعا نصب بإيه، مثنى، أي مثنى حطه بجملة يكون مرفوع، مرفوع بإيه، جمع مذكر سالم، أي جمع مذكر سالم بالجملة بحيث يكون منصوب، منصوب بإيه. السؤال الثالث بين سبب كتابة الهمزات، طبعا الهمزة المتوسطة، عندك موائد، عندك قراءها، عندك مؤمنون، نفس ما أخذنا هون إنه على كذا. السؤال الرابع اكتب ماضي الأفعال الآتية منتبها إلى كتابة الألف، إما هيك وإما هيك، يأتي، ينجو، يربو، يمشي. السؤال الخامس صوب الخطأ فيما تحته خط، مما تتكون هذه المادة، الصواب والسبب. السؤال السادس ميز بين الأفعال المتعدية واللازمة، نزل حطها بجملة مفيدة، شوف اكتفت بفعلها ولا أخذت مفعول به، اللي اكتفى والتزم بفعله فهو لازم، واللي ما اكتفى ولا التزم وتعدى من الفعل على المفعول، يعني في مفعول به في الجملة وبسأل عنه بماذا، الجواب اللي بيطلع معي بماذا أو شو، فهو بكون مفعول به، إذا أخذ مفعول به فهو متعدي. عندنا نزل، عندنا فتح، عندنا لعبة، عندنا هدى، تمام. يعطيكم ألف عافية سادس، مع السلامة، وإن شاء الله يوم الأحد نبدأ بمادتنا للغة العربية.